Petra. هذا البرنامج برعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية. الأردن مملكة الزمن. اهلا وسهلا فيكم مشاهدي ومتابعي قناه اقرا الفضائيه بحلقه جديده من خطوه عزيزه. اليوم جولتنا حلوه مميزه، زي ما شايفين وراي مسجد الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه. خلوني هسه ارحب بالفهيد. ارحب بالفهيد. يا مرحبا يا علي، منورنا يا الامير. كيف الحال؟ اخبارك؟ كذا الاجواء الحلوه هذه المناطق الحلوه. هذا يا رجل مسجد الحسين بيروح لمسجد حلوه مليون. لا لا انا قايل لي انت بالوصل ترى بيروح كيتو 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 كيتو. عارف عارف الخطه كامله. متحمس لها انا بالحين. نقول يلا. نقول يلا. بسم الله. بسم الله. خلينا نبدا جولتنا اليوم. يلا فهيد. يلا يلا. متحمس جوعان والله. حاسس انك جوعان. اي والله. خاشوقه ما في مقدمه شيء. شو مقدمه؟ اكل. اي صح الاكل هو بده مقدمات يا اخي. والله انا بعد مصعب لميحه بدها. ضبطك اليوم يا حبيب. والله انا من شفت الاصناف هذه مش يا حبيبك انت، عشان الاكل يا حبيبك انا ادري، وبس يا حبيبك عشان اللي جايبك على المطعم. لا والله انت اقسم بالله حبيبي بالمطعم برا المطعم. والله اي والله. قول والله. بس يا كثر. يلا 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 غلبك لو سمحت. تغلب مين؟ غلب الشباب. احنا بس النوع في الاردن. الاردن لما بدنا نحكي مع واحد نادي عليه نقول اغلبك لو سمحت. يعني تعبك. اتعبك ايه. طيب وانت ايش تقول ايش ترد عليه؟ غلبتك راحة. غلبتك راحة. طيب شو المأكولات تقدموا في المطعم؟ هذا احنا كنا ريفي. تمام. نعم. وعندنا الاطباق البلديه. تمام. عندنا شغل دمنا مقدوس. كل شغلات الحاجه. لا بدنا غدا. بدنا غدا. الغدا. تمام. عندنا فخارات بيتزا صاجيه. فخارات عاش الفخارات انت شيء مرتب. طيب نطلب على طول. نطلب على طول. نطلب على طول. انا وقعد نحكي فخارات. نطلب على طول. على طول خلاص. معنا فخارات كلها موجوده قدامنا. الاكل وصل. وصل الاكل. وينه؟ يا هلا يا هلا وسهلا. ولا الصحن هاي الحركه لو عملتها ما في اكل كنت قطعت ايدي. طيب يا خلوني نطقطق بجوال الحين. يا حمد يا لك لا انا بدي اصبر. احنا انا متعود على الصحراء واحنا خضار. متعود على خضار. سبحان الله. اوه يا جبار. هاي سلطة الفلاحية أنا متأكد. هاي فتوش. يا عيني عليك. هذه كبدة بالدجاج. كبدة بالدجاج. كبدة بالدجاج. وهاي إيش؟ فطيرة الجبن. يا عيني عليك. بشاميل. كفتة بطحنية. شفت كفتة بطحنية. حمص. متبلة. لا متبلة حالها. هاي من عندك. هاي هاي من عندك. زودتها. الزبده انه انا جعت. وتدري ايش انا خايف منه حبيبنا؟ خايف من شيء واحد. انه في واحد بيقول اصبروا تاكلوني بناخذ لقطه على الاكل. وانا صراحه جوعان بالحين. بس صبرت تاكل اطيب. والله يا سلام. اوه مصور هاي عندي عندي هون. عندي عندي مكان انا. تسلم تسلم. هاي صاجيه. هاي صاجيه اللحم. تمام. هاي البخار الدجاج. حطك يا هون. المي ما واجد ايه ايه موجود ما
الله يعطيك العافية. هذا طبعا خبز عربي ومخبوز، انتم بتخبزوه صح؟ فريش طبعا. فريش. الله يبيض وجهك، شكرا لك، غلبناك يا حبيبنا، الله يكثر خيرك. رجع عشان ما يذبحك كذا. هسه بقول يلا. كات. لا نقول بسم الله. نقول بسم الله. بسم الله. ما كات كات. ورا ما قال كات. يعني نقول بسم الله شكله راضي. نقول بسم الله. هاي ايش؟ هاي فخاخ الدجاج. دجاج بالكريمة. يا سلام يا سلام. بسم الله ما ياخذ. الله. الله يكثر خيرك ويغنيك ان شاء الله. شكرا تسلم يا دي والله. يا مرحبا. تفضل. على قلبك. الله يشكرك يعني كمل. خلاص. اخذ الفهيد لمتحف الاطفال. يا سلام يا سلام. لا ما يا اخي يا اخي لازم لما قلت متحف الاطفال ايش تقول؟ هي يا اخي الموقع وش فيك انت بدك تزلق بالتعب. يا اخي الحديقه هذه عجيبه، غريبه فيها. عجيبه كل شيء فيها من اللي عمره 100 سنه الى اللي عمره سنه واحده. بلش من السنه لل 100 سنه. اي يعني اقصد من ادنى الى اعلى. مش موضوع انا خلص انت بتهدر باي كلام. يلا جو. لا دقيقه دقيقه. هذا المتحف متحف الاطفال، بكره ان شاء الله بس اتزوج يجيك اطفال. هذا المتحف بضم 185 معروضه تفاعليه للاطفال، يعني بدل ما ابنك يضل ياخذ تلقين بالمدارس هون بيطبق اللي اخذه بالمدرسه بطريقه عمليه. يبيدوه. وهي كانت رؤيه جلاله الملك رانيا بال 2007 انه الطفل يطلع فاهم اكثر من حافظ. يا سلام. واعطيك المعلومه الثانيه. وهذا التعليم الجديد. اعطيك المعلومه الثانيه. يلا. من مؤسسين هذا المتحف الشيخ عبد الله صالح كامل. شو رايك نفوت جوا؟ يلا يلا تحمست انا والله. شو تحمست للاطفال بقول لك؟ اي عشان تزوجت بتجيب عيال يعني. يلا روح قول يا رب. هذه وش هي؟ حسن معامله الاطفال يعني. يلا. شوف انت مواليد الثمانين صح؟ حاول انك يعني نعيش جو الطفوله شوي، نرجع الماضي. يلا يا يلا. فهد صل على النبي. اللهم صل على محمد. هون يعني هذا المتحف بضم قلنا 185 معروضه تفاعليه. شو يعني معروضه تفاعليه؟ هذه تعتبر معروضه؟ نعم هاي معروضه تفاعليه. جهازك الهضمي اذا دخلنا انا وياك فيه تحب تشوف؟ يلا بشوف جهازي الهضمي انا. بدل ما الطفل بس يقرا عنه لا بفوت يشوفه هاي المريء وبسمع باذنه عمليه الايض اللي بتتم اللي هي عمليه الهضم. اللي بتتم جوا المريء تنتقل للمعدة وبتمشي عبر الأمعاء الدقيقة. شفت فهيد؟ فبكون الطفل مشكل صورة ذهنية عن الجهاز الهضمي وبترسخ بالذاكرة. يعني لو أجينا على هذا المكان هذا شو بشكل؟ هذا الشم ولا أوكي. أيوة والأذن وخلينا نحكي الحنجرة أو التذوق. حلو. شوف طريقة عمل حساسات ذوق والشم. بصير الطفل يعرف انه الشوكولاته مثلا طعمها كذا، الليمون حاد شويه، العسل حالي، في ماء حالي وفي يا اخي الطريقه طريقه حلوه. حلوه جدا. طريقه كيف تصل؟ تعال تعال هنا. اجينا هون لوحه الدبابيس. الاشكال اللي بتستطيع صنعها بهاللوحه. يعني الطفل ممكن في اطفال عندهم تصورات معينه. عندهم يا اخي خلينا اشرح لك. اشرح انا بسوي خليك تبصم. طيب بكون عنده تصور معين ممكن حاب يعمل رسمه معينه. هاي لوحات مرنه فليكسبل يعني لو عملنا مثلا بهذا الشكل عملنا شكل الايد. يا سلام. فهذا الطفل بيعطيه زي المجال يمارس مش بس الشغلات العمليه والعلميه والشغلات اللي خلينا نحكي المواهب
بنميها عندي. هاي عيادة العمليات، استخدام الملقط لرفع اجزاء الجسم، هل تستطيع القيام بذلك بدقة شديدة؟ هون زي العملية بفرجوا كيف الطفل شنعمل العمليات. شيل، لا لا توجع الطفل، بس لازم تشيله بطريقة ما يتوجع. كسرت عظمه، دمرناه. لا والله صفقنا. هذا القسم تيد هو قسم التنوع الحيوي في الأرض، من صخور، من نباتات، من أحجار، من أخشاب، يعني بيعرف الطفل في هذا القسم عن الصخور الموجودة أو المعادن. مثلا هون مثلا أنا معدن الجبس المكون من كبريتات الكالسيوم المائية، هون مثلا عندنا قالب صدفة نجم البحر، هون مثلا موجود عندنا خام الحديد، هون مثلا بقايا مجموعة أحافير. بفرج الطفل يعني كيفية التنوع الحيوي. مثلا وجينا على هذا قسم فين الحيوي، الطيور زي ما انت شايف الطيور الموجودة، الشنار، يعني مثلا بقول لك انا الشنار، حتى جايبينها بطريقة سلسة جدا للطفل، انه كأنه الطير بيحكي عن نفسه، انا الشنار اتواجد ضمن المرتفعات كذا كذا كذا، انا بومة النسر. لا بعد ممكن هذا ما عرفته، هذا صوت الطير، صوت الطير نفسه. هذا اذا حملته بهذا الشكل انت هيك الطير راح يطير مش راح. هون زي ما انت شايف الاسماك وانواعها، يعني الاسماك احنا كلنا بنعرفها غنية عن التعريف، بس الطفل بمرحلة السنتين والثلاث والاربع ما بيكون عارف هاي الشغلات بدقة. خلينا نحكي، لا 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 خلينا نسولف، والله نقعد شوي بس لانه انا حسيت طيب. الخلفية حلوة. هسه الفكرة من هذا المتحف انه يطلع الطفل بالنهاية فاهم مش حافظ، يا سلام، يكون عنده خلينا نحكي بعد، بعد بالتفكير، لأنه ممكن الطفل هون لما يجي على هذا المتحف بالتحديد يطلع من أطر اللي بده إياه أهله. يعني ممكن إحنا دائما نعرف الأطفال بيمشوا حسب رغبة الأهل، صح. ولكن إذا أجي على هذا المتحف ممكن الطفل يصير عنده بعد أكبر من هيك، ممكن يصير يفكر خارج الصندوق ويعرف شغفه، وهذا المتحف يساعده على إيصال شغفه للمكان اللي هو بده إياه. ولا حتى بعض المرات لما أتكلم مع الطفل بموضوع إذا صار هو شايف شيء يقدر يقول أنا بقدر يعبر، إيه؟ بقدر يعبر، يعبر عن مثلا شاف انه والله الاحجار، شاف الطيور، صحيح. وحكي لك شغلة، في ناس كبيرة بالعمر ما مرت عليها شغلات معينة، إذا بتيجي تحكي وهو كبير بالعمر عمره 30 40 سنة ما بيقدر يوصف لك الشيء، سلام. فهذا الإشي يعني بيعطي الطفل، شوف بعطي أهمية المتحف، بعطي المتحف بعطي أهمية للطفل وأهمية للشغف وللموهبة وللفكر. الخامسة بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية اقرأ هذا الصباح، والبداية من العناوين. يعطيك العافية أخوي علي، اليوم تم زيارة حدائق الحسين، جوها نحن الآن في متحف الأطفال، ويحدثنا أكثر مراسلنا. قوله قوله يا سلام عليك. شو اللي أخبار؟ احذر، ليش إحنا هون؟ ليش إحنا هنا؟ ليش؟ كثير من الأطفال يقول لك نفسي أصير مقدم برامج، نفسي أصير مذيع تلفزيون، هذا الشغف ما بيلاقيه، بيظل يكبر معه، يكبر الشغف، ولكن هذا الشغف ما بيتنمى، بيكبر كشغف، بيكبر كحب، بيكبر كحلم، ولكن على أرض الواقع خلينا نحكي كخبرة وكعلم بيكون صفر. اليوم متحف الأطفال أمن هذا المكان، استوديو مصغر زي ما أنت شايف، كرينات وكاميرات، حتى موجود الأوتو كيو، تمام. فمتحف الأطفال اليوم أمن هذا المكان ليكون الطفل مهيئ فكريا وخبرات وعمليا، بانه لما يوصل لمرحله الجامعه ويفوت التخصص اللي هو تخصص الاعلام يكون واصل لمرحله القدره على الوقوف امام الكاميرا والتكيف معها. يا اخي المكان هذا هو شيء يوخر الخوف والرعب عن انه هذا بالتلفزيون، ومش بس اعلام، اي والصحافه المطبوعه كمان اذا كان حاب يطلع صحفي او كاتب كمان بتوفر له هذا الكلام. يا سلام عليك. الشيء الثاني تعطي الطفل تصور للمذيع وشون هو مذيع، لأنه بعد الحين في هنا كاميرا ترى قاعدة تسجل، صحيح. لما يطلع ياخذ هو الأخبار يقدمه. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله، يا أهلا وسهلا. We'll be right back.
البرنامج برعاية هيئة تنشيط السياحة الأردنية. الأردن مملكة الزمن.